كم هو تاريخ الناصريين مليء بالمحطات والتجارب، وكم هو الغوص في تفاصيل تلك المحطات يحتاج وقتا وجهد. مرحلة السبعينيات والثمانينيات مرحلة هامة في تاريخ الحياة السياسية للناصريين في اليمن. لقد كانوا في تلك الفترة مع موعد نضال وصمود كان وما زال الحديث عنه قائما حتى اليوم. لقد عاشت المنطقة العربية بشكل عام تحولات وتقلبات تبدو أكثر سخونة بين حين وآخر، وهكذا هي تطورات الأحداث السياسية في اليمن تأخذ بعدا واسعا يتجاوز حدود المكان والزمان. ونحن نقرأ تاريخ الأحزاب ونستعرض تفاصيل الأحداث نجد العالم الخارجي يرافقنا في أكثر من محطة سياسية ويبرز كلاعب رئيسي في تلك الأحداث. مطلع السبعينيات كان التحول البارز في الحياة الناصرية هو رحيل عبد الناصر وانقلاب أنور السادات الذي تلا ذلك الحدث بفترة قصيرة، جعل الناصريين في مواجهة وضع أكثر تحديا وصعوبة. وفي الوقت الذي يطرح فيه البعض بأن تلك الأحداث أثرت على مسار الناصريين في الوطن العربي بما في ذلك اليمن، يطرح قيادات التنظيم بأن التأثير لم يكن مباشرا على مجرى الناصرية في اليمن، ويؤكدون أنها عاشت تطورات كانت في غاية الأهمية بل وفريدة في مسيرة التجربة. لا شك أن فقدان جمال عبد الناصر والانقلاب على تجربته قد أثر على الأمة كلها وعلى كل الحركة السياسية والقومية، ولكن إذا فهمت من سؤالك أنه تأثير التنظيم المباشر فلا أعتقد أن هناك تأثير تنظيم مباشر، بل بالعكس أعتقد أن السبعينات شهدت قدر من التطور للتجربة التنظيمية الناصرية وللعمل الفكري الناصري في مواجهة محاولات طمس المرحلة الناصرية على الصعيد السياسي وعلى صعيد التجربة وعلى صعيد المنجزات وعلى الصعيد الفكري. في المؤتمر الرابع للتنظيم الذي انعقد عام 1974 للميلاد، كان التنظيم قد أقر تجميد العلاقة التنظيمية مع العمل القومي والإبقاء على العلاقة الفكرية والسياسية، ومن ثم أقر المؤتمر نظاما أساسيا جديدا غير اسم التنظيم من فرع الطليعة العربية إلى تنظيم الطلائع الوحدوية اليمنية. وحتى تلك الفترة كان للتنظيم حضوره في إطار الروابط الطلابية خارج الوطن وتحديدا في مصر حيث كان لها نشاطها الواسع آنذاك. اتخذ القرار بتدميد العلاقة التنظيمية مع القيادة القومية، مش مع التنظيم، مع القيادة القومية، مع الإبقاء على التواصل الثقافي والسياسي. هذا كان جوهر القرار. لماذا؟ أولا كان وصل التنظيم الناصري التنظيم القومي إلى نوع من الترهل والتوهان والشتات، ربما يرجع ذلك إلى عامل أنه كانت القيادة القومية على رأسها أخوة فلسطينيين تقبلوا بصعوبة قرار إنهاء العلاقة مع مكتب الشمال العربية، فرض عليهم حصار كبير جدا إنه إذا تحركتم إلى أي مكان في الوطن العربي لازم تقولوا لنا قبل ولازم تقولوا لنا من قابلتم، يعني كلام كان. فاعتبرنا هذه طبعا مسألة معيبة لحقنا. قاد الناصريين وخاصة في الحركة الطلابية في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي السودان وفي كل الوطن العربي وفي تونس وفي قادوا مرحلة رادوا أن يقولوا فيها بأن الحركة الناصرية تبني نفسها الآن بشكل أكثر متحررة من كل إرث وثقل الدولة المصرية بسلبياتها وإيجابياتها. في هذا الجانب أود أن أشير إلى أن رابطة الطلاب اليمن التي أطلقت عليها يوما ما بأنها حكومة المنفى التي كانت أيضا تحتضن المعارضين والمنفيين في مصر من أمثال الرئيس السلال والهنومي وعبد الغني مطهر وحتى البيضاني وغيرهم، بالرغم من اختلافها مع البيضاني بالتأكيد، والعديد من الذين كانوا منفيين في مصر من الشمال والجنوب لإلقاء محاضرات وندوات وعبرت عن مواقفها المعارضة للنظامين في إطار الاحتفالات التي كانت تقيمها سنويا بذكرى 26 سبتمبر 14 أكتوبر و30 نوفمبر
هذه المناسبات التي جعلت منها قوة ثقل. في تلك الفترة جرت تحولات في شمال اليمن. قامت حركة 13 من يونيو التصحيحية بقيادة الرئيس إبراهيم الحمدي، وخلال هذه المرحلة بدأت العلاقة بين الناصريين والحمدي، بينما هناك من يتحدث من قيادات التنظيم عن طبيعة العلاقة ويقول بأنها كانت موجودة من قبل قيام الحركة، ولكن في إطار ما كان يعرف به إبراهيم الحمدي من وطنية وشخصية تحظى باحترام الجميع. نحن لما كنا نبحث عن أدوار تنسب للناصريين، كنا نبحث عن مشروع يعلي إنشان الوطن، لهذا كان التقارب سريع جدا بيننا وبين إبراهيم الحمدي. يعني في ربما خلفيات سابقة من قبل حركة 13 يونيو، التنظيم الحمدي كان شخصية وطنية معروفة، راجل يحمل مشروع، كان الكل مسلم بهذا الكلام، كان رافض الأوضاع القائمة في الشمال، لهذا قدم طلب الضباط وقام بتأسيس يعني الاتحاد العام للتعاون الأهلي بالتطوير، كان له رؤية معينة. حصل لقاء مرة في القاهرة، هو عاد من ليبيا، التقى مع عدد من الأخوة في الهيئة الإدارية لرابطة طلاب اليمن شمالا وجنوبا في مصر، كان منهم أخينا علي عبد الله سعيد الضالعي، كان عضو في الهيئة الإدارية آنذاك، الآن عضو أمانة عامة، وقال يعني خلاصة الكلام إنه أنتم يا ناصريين مش القوميين الوحيدين في البلاد، هناك ناس قوميين يمكن يكونوا أكثر ناصرية منكم. أخذناها رسالة. عندما قامت حركة 13 يونيو ما كانش الحمدي غريب علينا. الحمدي كان شخصية وطنية، بتشغل الناصري يعني الناصري بالمفهوم الضيق. قيادة وطنية كان الحمدي. قيادة وطنية كبيرة مش في الشمال، في الجنوب أيضا. لهذا يعني ما أسرع ما تمت المبادرة إلى التواصل مع الحمدي بعد قيام الحركة مباشرة، يعني خلال الأسابيع الأولى من الحركة. بعد حركة 13 من يونيو التصحيحية بأيام، كان للناصريين موقف منها تمثل بما عرف بالنقاط العشر التي أعلنت عنها رابطة طلاب اليمن في مصر آنذاك، وتعتبر الرابطة الطلابية ناصرية بدرجة أساسية. وقد تمثلت النقاط العشر بالآتي: أولا، إننا نؤيد هذا الحدث الجديد ونعتبره امتدادا لثورة 26 من سبتمبر. ثانيا، نطالب بضرورة السيادة الكاملة لبلادنا ونجلب أي عمالة لأي نظام عربي أو أجنبي، ونرحب بالتعاون والصداقة مع الجميع دون مساس بكرامتنا أو الإساءة إلى أرضنا. ثالثا، نطالب بغرس الولاء الوطني داخل الجيش بدلا من أن يصبح قوى تتنازعها القبائل وولائها على حساب الولاء المطلق للوطن. رابعا، نطالب بأهمية التغيير الإداري من عناصر كفؤة وقادرة على العمل وعلى وضع سياسات رشيدة لإنماء المشاريع الاقتصادية والاستفادة من الاستثمارات العربية والأجنبية. خامسا، نطالب بضرورة وجود تنظيم شعبي وطني تحتشد فيه كل الإمكانيات البشرية ليكون قادرا على تحريك الجماهير صوب أهداف الثورة اليمنية الخالدة. سادسا، من أجل أن يتحقق ذلك لا بد من الحرية المسؤولة والالتزام بها من قبل القيادة السياسية الوطنية حتى تكون قدوة بالفعل وليس بالكلمة. سابعا، نطالب القيادة السياسية في صنعاء العمل على تحقيق الوحدة اليمنية باعتبارها مطلبا وطنيا للشعب اليمني كله. ثامنا، من أجل تطبيق ذلك لا بد من أن تستقر الأمور في صنعاء لصالح الخط الوطني القادر على تنفيذ هذه المطالب. تاسعا، إننا ضد كل صراع متخلف يؤدي ببلادنا بمزيد من الفرقة والحساسية والأحقاد، كما أننا ضد عملية الاغتيالات والتخريب الحاقد. عاشرا، إننا مع نضال شعبنا الوطني بكل قواه المخلصة من أجل الثورة واستمرارها ومن أجل الجمهورية وانتصارها بقيادة المقدم إبراهيم الحمدي.
وأننا نقف نحن الطلاب القاهرة معه كجزء من شعبنا اليمني، وهو يناضل من أجل تحقيق هذه النقاط العشر، كما أننا سوف نقف ضده في حال خروجه على النضال من أجلها. الحركة الطلابية في السبعينات كانت هي الوجه الأبرز للعمل السياسي في اليمن، باعتبارها أبرز القوى حداثة في مجتمع تقليدي بالكامل. ومن ثم فإن الحركة الوطنية الطلابية في السبعينات من خلال مركزها الأساسي مصر، بحكم نسبة كبيرة من الطلاب الذين كانوا يدرسون في مصر، ومن خلال رابطة طلاب اليمن شمالا وجنوبا، ثم بعد ذلك ما عرف بالأمانة العامة للروابط الطلابية التي كانت تضم طلاب اليمن في الكويت، وبالإضافة طبعا لمصر والجزائر وليبيا، وقامت بدور في هذا الجانب. وكان من ضمن ذلك أن صدر في عام 74 بعد قيام حركة 13 يونيو التصحيحية بقيادة الشهيد إبراهيم الحمدي، ما عرف في ذكرى ثورة 26 سبتمبر ببيان النقاط العشر، الذي كان بداية للعلاقة مع الشهيد الحمدي، وبداية للفترة الوحيدة التي يمكن القول بأن التنظيم الناصري لم يشهد قدر من المحن والمآسي التي شهدها قبل وبعد تلك الفترة القصيرة التي لا تزيد على 3 سنوات. جدل كبير يدور حول ما إذا كان إبراهيم الحمدي جزءا من مشروع الناصريين، أم أن الناصريين كانوا جزءا من مشروع إبراهيم الحمدي، أم أن لا علاقة لإبراهيم الحمدي بالناصرية. وعند وصوله السلطة بعد حركة 13 من يونيو التصحيحية، عرض على قوى عدة التحالف مع الحركة في بناء الدولة، ووجد في الناصريين بعض ما يعزز مشروع بناء الدولة الجديدة. إبراهيم الحمدي كان يقود الحركة التصحيحية داخل القوات المسلحة، عندما كان يعني نائب القائد العام، وكان قائد العاصفة، وأسس هذه القوات، وكان من أبرز الضباط يعني ثقافة، وكان مشهور يعني بأنه توجهاته يعني تقدمية، يعني يريد بناء دولة. في أثناءها يعني كانت العلاقة مع الروابط الطلابية ومع أبرز الناصرين، طبعا كنا تنظيم سري، يعني كانوا يتقربون إليه ويحاوروا، ولكن لم يتم الحوار الحقيقي إلا بعد حركة 13 يونيو التي كانت قام بها أفراد من القوات المسلحة المرتبطين بإبراهيم الحمدي. يعني تمام، كان يكفينا ما طرحه في 15 20 22 يونيو، يعني خلال الأسبوع الأول، أنه أهداف حركة 13 يونيو تتمثل بالآتي: الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة 26 سبتمبر والعمل من أجل تحقيقها، الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد، بناء الدولة المدنية الحديثة. ماذا نريد نحن كناصريين أكثر من ذلك؟ لهذا يعني تمت المبادرة، تم التوجيه بعض الأخوة لأن معروفين بناصريتهم بالتواصل مع الحمدي وتقديم التهنئة له. كان من الأخوة الذين بادروا في أول اتصال مع الحمدي أخينا الشهيد محمد أحمد إبراهيم، شهداء أكتوبر 78، أخينا عبد الله العليبي، عبد الله محسن العليبي، أخينا عمر الرصابي، كانوا أول من التقى بالحمدي. تواصلت اللقاءات مع الحمدي بعد الحركة مباشرة، ساعد على ذلك انفتاح الحمدي على جميع القوى السياسية الموجودة. نرجو الحوار، الحمدي يرجو الحوار، لم يصد نفسه عن أي تكوين سياسي أيا كان توجهه، يعتبرهم وطنيين أو يعتبر أنه ملزم أنه يستعين بهم ويتعاونوا معه، كان يشعر منهم من واجب الجميع أن يتعاون معه. لقد رأت قيادة التنظيم السري والذي كان يطلق عليها الطلائع الوحدوية اليمنية إلى حركة 13 من يونيو التصحيحية منفذا ممكنا في طريق استمرار نشاطها الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة التنظيم، ولهذا كان لابد لها من التحرك باتجاه قيام علاقة متطورة مع الرئيس إبراهيم الحمدي. التنظيم بدو تنظيم كان يعني ما عندوش حركة، التنظيم الناصري رأى في حركة 13 يونيو يعني منفذ إلى الولوج في بناء دولة يمنية حديثة.
وطروحات إبراهيم الحمدي وخطاباته يعني كان يظهر هكذا، ولكنه يفتقر إلى القاعدة الشعبية، يعني كان فقط مرتكز على مجموعة من العسكريين وعلى رأسهم كما ذكرت الرائد عبد الله عبد العالم الذي كان في التنظيم وكان هو الواسطة بين التنظيم وإبراهيم الحمدي حتى تم اللقاء مع الأمين العام الشهيد عيسى محمد السيف، وجرت حوارات وتم الاتفاق واقتنع إبراهيم الحمدي بالانضمام إلى التنظيم. وفعلا التنظيم يعني كان هو البنية الأساسية في بناء التعاونيات أو المشاريع التي قامت بها حركة 13 يونيو، وكانوا الجنود المجهولين يعني لم يأخذوا مناصب ولم يأخذوا، إنما كانوا في الميدان، يعني الناصرين هم الذين حققوا الإنجازات الكثيرة ل 13 يونيو. يتذكر بعض الناصريين المعايشين لتلك الفترة بعض اللقاءات التي كانت تتم بينهم وبين الرئيس إبراهيم الحمدي، وكان أبرز اللقاءات في المؤتمر الخامس الذي عقده التنظيم في محافظة الحديدة، واستدعى إليه المقدم إبراهيم الحمدي، وفيه كان هناك محاولات كبيرة من قبل أعضاء التنظيم السري على الحمدي بتولية قيادة التنظيم، ولكنه رفض ذلك لحسابات تتعلق بتوليه تلك المهمة وهو رئيسا، ولكنه أكد مساندته لهم ودعمهم بكل السبل والوسائل. حضور المؤتمر جاء بعد يعني بعد سلسلة لقاءات، طبعا كان أهم هذه اللقاءات ربما أولها هو اللقاء الذي تم بين القيادتين، قيادة التنظيم وقيادة الحركة. تم هذا اللقاء في فبراير 75. حضر هذا اللقاء من التنظيم الشهيد عيسى محمد سيف، الشهيد سالم السقاف، الشهيد عبد السلام مقبل. حضر من قيادة الحركة الحمدي عبد الله عبد العالم وعلي قنف زورة. وفي هذا اللقاء تم التعريف بالتنظيم، تم تعريف الحمدي بالتنظيم وأعطي وثائقه للاطلاع عليها وإبداء ملاحظات وجدت على هذه الوثائق للأخذ بها، مش لكن يعني انضم التنظيم الحمدي إلى التنظيم، أصبح عضو التنظيم في إبريل 76 في إبريل 76. هو عبد الله عبد العالم، يعني عضويته قديمة، وأني وضعه العسكري خلوه يبتعد عن التنظيم، واستعيدت العلاقة معه بعد قيام حركة 13 يونيو، مش قبلها، بعد. فتم كما قلت أنا الالتزام الحمدي للتنظيم في 15 فبراير 15 لا 15 26 أو 15 إبريل 76. يعني الاعتبارات تنظيمية متعددة، تم إضافته إلى القيادة التنفيذية آنذاك هو عبد الله عبد العالم حتى يسهل التواصل المباشر معه. حضر الحمدي العمل، حضر المؤتمر الوطني العام الخامس. شوف نحن المسميات متعددة لكن المسار واحد، يعني أخذنا جميع التسميات السرية والعلنية، لكن كنا نعتبر أنه كل عمل نعمله هو امتداد لما سبق. حضر الحمدي المؤتمر الوطني العام الخامس في غرفة الحديدة في 29 إبريل إلى 1 مايو 77، وشارك في أعمال هذا المؤتمر الذي ترأسه عيسى محمد سيف. أنا كنت مقرر أول، أخينا محمد سيف ناجي كان مقرر ثاني. وأبدأ وألقى كلمة، يعني ما كنا نشعر بالغرابة معه، يعني كنا نشعر يعني ربما مش بامتنان إنه ما هو معانا، لا، كنا نشعر بفخر بأن التنظيم هذا قدر يستقطب إبراهيم الحمدي، رشح لتولي الأمانة العامة. فقال موقف خيارين، أمسك الأمانة العامة وسيب الحركة، أو خلونا في الحركة واختاروا عيسى ولا أي واحد ثاني يكون أمين عام.
رشح نفسه لعضوية اللجنة المركزية. كان عدد أعضاء المؤتمر عندك 28 واحد، حصل على 23 صوت. تصور يعني مش طبيعي إنه ما فيش واحد صوت الحمدي. عيسى حصل على 25 صوت، ما حصلش عليه. ما في التنظيم هذا مسيرته من وصل إلى قمة الهرم التنظيمي عمره ما حصل على جميع الأصوات. فاز الحمدي بعضوية اللجنة المركزية، انتخب عضو القيادة التنفيذية هو عبد الله عبد العالم، وكنا نتعامل معه باعتباره عضو التنظيم، كادر في التنظيم، كادر في التنظيم أكثر من اعتبره قائد حركة. يتحدث الناصريون عن أدوار لهم في فترة الرئيس إبراهيم الحمدي على صعيد العمل الميداني وعلى صعيد العمل السياسي، فقد كان لهم حضورهم وانتشارهم الواسع ومشاركتهم في كثير من المشاريع التي تم إنتاجها في تلك الفترة. بالتأكيد أن التنظيم حقق بأنه كان جزء من هذه التجربة على صعيد الأدوات والوسائل بما فيها لجان التصحيح والحركة التعاونية وإنجاز مهام هذه التجربة، على الرغم من أنه لم تصل قياداته لأن تكون في المواقع الأولى التنفيذية باستثناءات محدودة مثل الأخ عبد الله عبد العالم عضو مجلس القيادة آنذاك، وفي مرحلة لاحقة الشهيد عبد السلام مقبل الذي أصبح وزير للشؤون الاجتماعية، الشهيد سالم السقاف الذي كان من مؤسسي جامعة صنعاء ومن عام الجامعة ومؤسسي مكتب رئاسة الدولة آنذاك كان اسمه أو مكتب رئاسة الجمهورية حاليا، وغيرهم من القيادات في حركة تصحيحية وفي لجان التصحيح وفي الحركة التعاونية. ولكن أعتقد أن التنظيم الناصري كان جزء من ذلك التحول الذي أحدث الحركة خلال فترة وجيزة، والذي لا زال يذكره شعبنا بكل الفخر والمجد والإحساس بما تحقق. بالإضافة لأن التنظيم أيضا كان صاحب رؤية فيما يتصل به على تحقيق الوحدة اليمنية وغيرها. وكما على الصعيد التنظيمي لا شك أن التنظيم الناصري حقق قدر أكبر من الانتشار في تلك الفترة على صعيد ما أطلقنا عليه آنذاك وما أطلق عليه التنظيم آنذاك الانتشار الفئوي والجغرافي، بمعنى امتداده للساحة اليمنية وإلى فئات كثيرة من المواطنين لم تكن ربما بعض فئاتهم قد سبق للتنظيم النشاط داخلها بهذا القدر. التنظيم حقق انتشار واسع يعني في وجود 13 يونيو وعلى الأرض، يعني أخذ التحام كامل بالشعب في كل المناطق، يعني كان هو البارز في التوعية، في إيجاد المشاريع، في المشاركة في هذه المشاريع. كان هو الجنود المسؤولين الذين يبنون اليمن يعني في كل المجالات، يعني وطرح الأفكار والرؤى التي كان ينتهجها الزعيم أو القائد إبراهيم محمد الحمدي. استمر الناصريون في نشاطهم في فترة الحمدي بعيدا عن السلطة، وانطلاقا من طبيعة المشروع المدني الذي كان يقوده الحمدي في طريق بناء الدولة، توقع الناصريون أن يستهدف الحمدي من قبل من يرون بأن مصالحهم ستتصادم بالمشروع الذي يقوده الرجل وستتعرض للضرر بهذا القدر أو ذاك. إذا كنت تحدثت عن ميزة للناصريين تميزهم عن غيرهم، هناك ميزة ثانية، لم تكن السلطة مطمع للناصريين. مشكلتنا احنا في اليمن ربما في الوطن العربي انه الكل يفكر بالسلطة ويعتبرها هي المفتاح للأبواب المقفلة. احنا كنا دائما نسعى لأنه نريد ان نبني دولة ديمقراطية، دولة حديثة، دولة مدنية. الحمدي عموما هو اول من رفع شعار بناء الدولة المدنية الحديثة، هو صاحب هذا الشعار. الحمد لله أنه قاد ثورة الشباب، الثورة الشبابية الشعبية السلمية، لتنتصر في هذا المطلب وتعلي من قيمة هذا الشعار. كنا نتوقع أن الحمد لله أنت مصفى، عمر يعني
المخططات المحلية الإقليمية الدولية، المخططات المعادية لا تقبل في رجل هذا النوع. وكنا نتوقع أنه يقتل، يقتل. وكانت هناك كثير من المؤشرات أنه الحمدي هو سوف يكون، الغشمي سوف يكون القاتل. هكذا تصور هذه المسألة. كنا واصلين في رؤيتنا للأمور، وكان الحمدي يعني يزعل عندما نقول نطلب يا أخي تقيم لنا أصحابك، هذا مدى ثقتك بالغشمي، مدى ثقتك بفلان بعلان. قال إذا هو واقف تنظيمي بقول. قالوا له هو واقف تنظيمي، قال 70% أنا أعتقد الغشمي بنسبة 70%. قالوا له عيسى 3% كثير عدم ثقة، هذه مش نسبة بسيطة، خصوصا وأنه كانت قد بدأت نوع من التقارب حتى مع الغشمي بالنسبة لنا كنصريين. وفعلا أغتيل الحمدي في ملابسات غامضة حتى اليوم، ولكن ما يطرحه الناصري هو أن الاغتيال لم يكن اغتيال للحمدي بشخصه أو بذاته، وإنما كان اغتيالا لفكرة ولمشروع وحدوي نهضوي بامتياز، فكرة الوحدة اليمنية وهي أساس برنامج الناصريين والتيار القومي. كانت مهمة رئيسية في برنامج الرئيس إبراهيم الحمدي، ولهذا جاء اغتياله أثناء تحركات جادة له نحو السعي والدفع بهذا المشروع صوب التحقيق والنجاح. كانت جريمة نكرة، جريمة بشعة، جريمة قذرة، أقدر منها من خطط لها ونفذها. نعم أقدر منها هؤلاء المخططين والمنفذين. اختاروا مشروع وطني تجسد بشخص الحمدي، جريمة غضبت الله وغضبت الناس. فكرة الوحدة بالنسبة، فكرة الوحدة العربية والوحدة القومية، وحدة التراب العربية كلها في دولة، في ضرورة أن تقوم عليها دولة واحدة، هذا هو أساس برنامج الناصريين والتيار القومي منذ النشأة. المضمون والأسلوب أيضا واحد. أيوة نعم نعم، كما أشرت لك يعني اللحظات التي وصل فيها القوميين إلى الحكم عملوا على هذا المشروع. يعني إبراهيم الحمدي يعني بعض التقييمات وهي صائبة بالمناسبة، تعتقد أن مقتل اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي على أيدي محور الشر الإقليمي والدولي والداخلي كانت بسبب الاتجاه الجاد إبراهيم الحمدي يسير نحو الوحدة. يعني اغتياله قبل أن يلتقي بسالمين، أيوة، في لقاء اللي كان مقرر في لقاء قعطبة، وكانت الخطوات جادة في هذا السياق، كانت واضحة أنه لا يوجد رضا عن الترتيبات الوحدوية، وهذا الرضا لم يكن من السعودية ومن الأمريكان وحتى من الاتحاد السوفيتي، بمعنى أنه العمل الوحدوي من قبل التنظيم ما كانش شعار ولا مزايدة، بل قدم من أجله أفضل رجاله. هذه أحد الحقائق التي لا يجب أن ينساها الناس. ومحدوديتها في حساب الزمن خلفت وراءها من النتائج والآثار والبصمات الإيجابية المشرقة التي لا تزال ماثلة وحاضرة حضورا حيا ومتجددا ومتألقا في وجدان وعقل الشعب اليمني حتى الآن. الناصريون وهم يتحدثون عن فترة الرئيس الحمدي يشيرون إلى حضورهم كجزء من تلك التجربة. في شيء أهم من ذلك، وهو أنه التجربة اللي خاضها الناصريين مع الشهيد إبراهيم الحمدي ورفاقه في الحكم، هذه التجربة اليوم تكاد تكون هي من يعني حلم اليمنيين الذي تجسد في هذه الفترة. يعني الملايين من اليمنيين الذي خرجوا بمناسبة 11 أكتوبر يوم اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي العام الماضي كتعبير عن المحبة والاعتزاز بهذه التجربة، هي دليل واضح على ما أنجزته هذه التجربة خلال فترة وجيزة جدا من تاريخ اليمنيين، وهي شهادة للدور الذي لعبه الناصريين في هذه الفترة. يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل لأن لم أكن أعيش هذه الفترة ولا عشتها، لكن النتائج تعبر عن المقدمات. أن يأتي جيل
لم يعرف إبراهيم الحمدي ولم يعيش تجربته ولم يتفاعل مع أحداثه، ولكن يختزن في ذهنه معنى وقيمة واعتزاز واحترام بهذه التجربة، دليل أن شيئا ما قد حدث لليمنيين. يعني ظروف أخرى دخلت بها البلاد عقب اغتيال الرئيس الحمدي. تولى الرئيس الغشمي السلطة في ظل تعقيدات سياسية أخذت تتطور وتتفاقم باغتيال الحمدي على مستوى الشمال والجنوب الذي كان يتولى حكمه الرئيس سالم ربيع علي. ولكن ما يجب الإشارة إليه في هذه الفترة وعن دور الناصرين تحديدا هو ما عرف بأحداث الحجرية، والتي كان أحد أطرافها القائد العسكري عبد الله عبد العالم، والذي كان يعرف أنه من قيادات التنظيم الناصري. لقد كانت تلك الأحداث واحدة من ردات الفعل التي قام بها الناصريون إزاء اغتيال الحمدي، ولكن ربما يتم الأخذ به هو أن القرار الذي اتخذه في تلك الفترة كان قرارا فرديا ربما يعود لعبد الله عبد العالم لشخصه ولا يعود للتنظيم. أقول بأنه ما حدث كان عبد الله عبد العالم مستهدف أكيد، حقيقة واقعة ما أقدرش أنكرها، كان مستهدف للتصفيه. ربما ما صفيش ما تم تصفيته لأنه منتعز، ربما مشان نطلع على علاقة مع الناصريين، ربما هذا الكلام يعني ورد. لكن التنظيم لم يكن له أي دور في خروج عبد الله عبد العالم من صنعاء إلى تعز إلى عدن. حاول الشاهد عيسى أنه يلتقي معه بعد نزوحه من هنا وخروجه من هنا، لكن ما وصلش نتيجة. عبد الله كان ربما يشعر بأنه بيصفى، وهذا يعني حالة إنسانية. نقصنا إحنا نقول لا خليك صامد وما تكونش إنسان، لا، هذه الإنسان مشاعر قوة ومشاعر ضعف في أي لحظة من اللحظات. اتخذ قراره بشكل عفوي، بشكل يعني ما كانش عبارة عن قرار تنظيمي. كانت المحاولة الوحيدة بالنسبة لنا اللي قام بها غينا عيسى محمد سيف إنه ما تبقى خرجت من صنعاء ما تبقاش في تعز. ما يشار إليه في أحداث الحجرية وعلاقة عبد الله عبد العالم الذي كان قائد المظلات في فترة حكم الرئيس الحمدي هو أن الرجل أراد أن يتخذ موقفا إزاء ما تعرض له الحمدي، ولكن الموقف لم يحظى بترتيبات موفقة ولم يخطط له بشكل مدروس. وما لا يمكن إغفاله في هذه الأحداث هو أن عشرات الشخصيات والقيادات تعرضت لمسلسل طويل من الاغتيالات والملاحقات. الكثير من تلك الشخصيات كانت محسوبة على الناصريين. جرت تطورات أخرى أيضا بعد تولي الغشمي السلطة بأشهر. نال الغشمي ما ناله الحمدي بطريقة أو بأخرى، ليبدأ اليمن الشمالي بعدها مرحلة جديدة بدأت بتولي علي عبد الله صالح السلطة، وتكون تلك المرحلة أكثر المراحل تعقيدا في حياة اليمن السياسية. ففي تلك المرحلة كان للناصريين تحركهم الفريد والتاريخي نحو استعادة حركة 13 مليون التصحيحية، وبحركة عرفت بحركة 15 من أكتوبر 78 للميلاد. كما قلت أنه في ديسمبر اللي في الدورة الثانية اللجنة المركزية تم اتخاذ قرار التغيير. في الدورة الثالثة في يوليو 78 تم استعراض ملامح الخطة لحدث التغيير. فوضت الأمانة العامة القيادة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من حيث تشكيل مجلس عسكري، من حيث تحديد ساعات السفر، من حيث يعني هو كان من المفترض أن تقام الحركة في 11 أكتوبر. علمنا أنه كان في نوع من التسريب، نوع من التسريب عشان نغطي على 11 أكتوبر. عملنا 11 أكتوبر، عملنا 15 أكتوبر، ما كانش في نجحنا في التطمين أنه ما كانش في شيء، وتم التنفيذ 15 أكتوبر 78. الأسباب طبعا احنا اقوى اسبابنا انه انقلاب 11 اكتوبر هذا خروج عن مسار الثوره اليمنيه،
هو خروج عن أهداف ومبادئ حركة القاهرين. وكان قررنا أنه لابد أن نستعيد حركة القاهرين على خط الوطني. هذا السبب الأساسي. تفاصيل حركة 15 من أكتوبر تقول بأن الناصريين وجدوا أنفسهم بعد التولي علي عبد الله صالح السلطة أمام خيار القيام بالانقلاب عليه، على أن يكون الانقلاب أبيض، ولكن الظروف أجبرته على الخروج عن مدنيته. ربما كانت القيادة مصرة على أن تكون حركة سلمية وأن لا يسفك دبر الدم كما كانت حركة 13 يونيو، لأن حركة 13 يونيو بقيادة إبراهيم الحمدي اشتهرت وامتازت على كل الانقلابات حتى في العالم العربي بأنها لم تسفك قدر الدم. حتى القاضي الإرياني يعني ودع وداع رئيس جمهورية ونزل الشهيد إبراهيم الحمدي يعني يودع إلى مدار تعز، لم يكن هناك مدار في صنعاء كبير، فودع كرئيس جمهورية يعني. فكان الأمر صارم بالنسبة للقيادة بأنه لازم تكون حركة سلمية. يتحدث حاتم أبو حاتم وهو من ضمن المخططين لانقلاب 15 من أكتوبر في 78، فهو أحد القيادات العسكرية في تلك الفترة، وتحديدا في القوات الجوية وفي الموقع الرفيع ومهم. لقد شرح لنا جزءا من تحركاتهم في تلك الفترة وطبيعة التنسيق والتنفيذ الذي كان يفترض أن يتم في بداية الأمر. اتخذ التنظيم يعني قرار الانتقام يعني في الفداية، والانتقام كان على طريقة الاغتيالات للعناصر التي لم نكن نعرف أننا قادرون على حسم الأمور، يعني حيث قد خاصة بالدعم الإقليمي والجيران وكذا لحركة الاغتيال يعني. وتم التفاهم مع ليبيا يعني على استيراد السلاح الصامت يعني، ووصل وكان هنا جنبي يعني دفن السلاح، وعلى أساس أننا سنحاول التأكد من القتلة ليتم اغتيالهم يعني، وشكلت خلايا لهذا العمل. اغتيال القتلة فقط. وفي أثناءها تحركنا في أوساط القوات المسلحة، فوجدنا التقبل في أوساط القوات المسلحة سريع جدا يعني. قادة الوحدات يعني جدد مثل الشهيد محسن فلاح، مثل الشهيد اللي كان قائد الشرطة العسكرية عبد الله الرازقي اللي كان قائد أركان حرب القوات الأمن المركزي وكانت قوة ضاربة يعني بالذات في العاصمة. بعد مشاورات واسعة بين أعضاء الحركة ومن يعدون لها، توصلت القيادة بعد تنسيق بالغ الخطورة بين قيادات ورموز عسكرية إلى أن الحركة تستهدف علي عبد الله صالح، وأن تنحصر العملية العسكرية والهجومية بشخصه. تدرج الإعداد إلى 15 أكتوبر، يعني الاغتيال كان في 11 أكتوبر 77، والحركة كان مقررة أن نقوم بها في 11 أكتوبر 78، ولكن كانت العملية بأنه لا تكون إلا على علي عبد الله الصالح، أينما هو علي عبد الله الصالح يتم الهجوم عليه لاغتياله أو قتله، بحيث أن احنا ما نسفكش دماء آخرين. وطبعا يوم 11 أكتوبر كانت المعدة على أساس أنه في قوات حتأتي مثل العمالقة، مثل الاحتياطي العام كان في باجل حيطلع إلى صنعاء، اللواء الأول كان في عمران اللي كان زمان مجاهد الكالي قائدة حيطلع إلى صنعاء، فكان لازم اللواء الأخ الشهيد محسن فلاح يبلغ النقاط العسكرية بالسماح لهذه القوات بدخول صنعاء، يعني على أساس أنه الحركة تتم يوم 11 أكتوبر. وكما قلت يعني هي محددة بالمكان، يعني قد خلال العام درسنا الأماكن التي يتواجد فيها علي عبد الله الصالح على أساس الانقضاض على المكان اللي هو فيه، سواء بمجموعات عسكرية أو شكلت مجموعات مقاتلة. ولكن اتضح إلى الظهر من المتابعة لأنه اختفى علي عبد الله الصالح. لقد فشلت الحركة الناصرية نتيجة عدم التخطيط الصحيح لها، ربما وربما نتيجة التسريبات عنها للنظام، إضافة إلى ذلك دور من تصدى لها عسكريا في صنعاء، لتنتهي الحركة بالفشل وبالقبض على رموزها وقياداتها عسكريين ومدنيين.
والذين يعتبرون من مؤسسي التيار الناصري في اليمن، وعلى رأسهم القيادي العسكري عيسى محمد سيف وعبد السلام مقبل ومحسن فلاح وغيرهم. لقد جرت محاكمتهم من قبل نظام علي عبد الله صالح، وتم إعدام نحو 21 من القيادة. فشلت الحركة التقريبا، هي تحرك الساعة 2 فجرا، يعني الساعة 11 يعني تم القضاء على الحركة تماما. و يعني جيت القوة إلى جانب غرفة العمليات وفرينا منها أنا من هذا الشارع. يعني حسام محمد سيف أيضا كان في غرفة العمليات وفرينا مع بعض، وأصريت أن يخرج معينه لكنه أصر أن يبقى قائلا لا، يعني ما دام قد قبض على 2 يعني أنا سأدافع عنهم وأضحي بحياتي. عيسى كان يفكر أنه حيتحمل المسؤولية ويعدم لحاله ويسلم الآخرين، وأنا كنت مصر أن يذهب معي. فقال أنا مدني، ما في حولي شيء، لن يعدموا مدني، سيعدمكم أنتم العسكريين، ولذلك أنت روح وأنا سأبقى أدافع. يعني وفعلا كان مدافع، كان يقول أنا أتحمل المسؤولية، أنا اللي يعني أنا المخطط وأنا المنفذ وأنا في المحاكمات. يعني كانت المحاكمات يعني ملحمة رائعة يعني من البطولة. محطة لن ينساها الناصريون بل والشعب اليمني بأكمله، الذي هو الآخر سجل عملية إعدام الناصريين نقطة سوداء على النظام، ظلت وما زالت محل استياء وألم. ملحمة من يعيش تفاصيلها ويسمع لكلام أبطالها يشعر بحزن وألم عميقين، بل يشعر أيضا إلى أي مدى كان يتمتع من تم إعدامهم بالوطنية والاستعداد للتضحية من أجل القيم والحرية والوطن. هكذا يعبر من يقرأ تاريخ تلك المحطة. الناصريين نجحوا نجاح كبير جدا في هذا الحدث، قدموا تضحيات كبيرة نعم، لكن نحن بأن نقول بأنه هذا النظام نظام غير وطني. هكذا أقوى رد فعل اتخذناه نحن ضمن هذا النظام المذكر، بعيد عن الأشخاص. أنا أشوف ممارساتك، أشوف مواقفك وأحكم عليك على هذا الأساس، ما أحكمش عليك بماضيك ولا بحاضرك ولا بمستقبلك، أحكم عليك أين تقف من الثورة ومن خط الثورة. هذا هو المعيار الأساسي عندنا. عملية الانتقام لم تتوقف عند ذلك الحد، بل كان هناك دفعة ثانية وثالثة كان يتم التحضير لإعدامها، ولكن القرار توقف فيما بعد لسبب أو بآخر. أما من كان طليقا وكان محسوبا على الناصريين فقد تم ملاحقته ومطاردته، وأثناء ذلك مورست كل أنواع الاضطهاد والسجن والاعتقال. إنها فترة غاية في الصعوبة. وللحديث بقية.